حاليا نعيش موجة من الحر، وكل خاصة بالعراق يعني اجتاحت موجة كبيرة من الحرارة. يعني الماي مشكلتنا، والكهرب الماي نحن نحكي بصورة عامة على مدينة الموصل. يعني أنا الباحة بمنطقة الانتصار، منطقة الانتصار هاي صار له 3 أيام ما جاء، وجاء متقطع طبعا، والعالم يعني ما ظل عنده حتى خزين. يعني ما ممكن درجة يا بالعالم يا سادي يا كرام، والله العظيم العالم وصلت غير مراحل. لحد الان نحن ماي وكهرب ما تعدل، بالله عليك نص الموصل معزله، المعامل معزله، الصناعات معزله، كذا معزل. يعني المفروض هسه الكهرب ما ينقطع بهاي الموجه. اذا هم يحبونا كان يعطونا الكهرب والماي. يعني هسه نحن بموجه، ايمتى راح يطلعوها؟ بالشتاء؟ الساحل الايسر والساحل اليمنى عايشكم من انقطاع الماي هسه، يعني فصل الصيف والجو حار وماي قليل، خاصة بالأيسر عيعانون، والأيمن عينقطع، يجي وينقطع، يعني فترات يجي ساعة ساعتين وينقطع. والكهرباء عندنا مشكلة، لك الكهرباء هم يعاني منه. يعني الوطني صاير مثل اللي ترافق لايت معه، ينطفي ساعة وثلاث ساعات معلوق ينطفي، ما نعرف ايش السالفة. حتى بالمولدة ما قام يعرف الوطني من المولدة، هو نفسه بالمولدة. واحنا نغيد من الحكومة المحلية والحكومة المركزية، يعني شغلة الكهرباء والماي أبسط شغلة هذه بالنسبة للشعب العراقي. الماء اليوم درجة الحرارة فوق 50 درجة، 51 52 40، وهي درجة حرارة عالية جدا بالنسبة للمواطن. فذلك نحتاج إلى الماء لأبسط الأشياء، يعني الإنسان يسبح يغسل، إذا الماء ماكو وينقطع باستمرارية، إذا هذه مشكلة كبيرة على الحكومة حلها. والله يعني لو ما الخزانات ولا كان احنا في خبر كان. يعني الجو حار الى درجه وتحتاج يعني شغلات كثيره، تعرف انت بالدنيا صيف والجو لاهب، فالسبح غيره وغيره وغيره من هاي المقتضيات. والله ايش الطالب؟ شغله جدا بسيطه، كهرباء يصل للمضخات، المضخات تشتغل وينتهي الموضوع. يعني حتى ما حاجه تطلب شيء يعني.